البيه لسه راجع من عندي حمدان ورجالته. يا جماعة الناس من حقها تزعل، كانوا بياخدوا منكم طن الأفيون بمليون، دلوقتي انتوا عايزين مليون ونص، طب يكسبوا كيف هم؟ احنا مالنا يكسبوا كيف؟ احنا كنا خلفناهم ولا نسيناهم ولا يا كبير؟ اتأدب يا محمود. ما هو مش معقول كمان يا كبير، يفضلوا يرمولنا الفتافيت طول عمرهم، الصغير بيكبر. أنا ماليش صالح، أنا مش عايز مشاكل في الدايرة يا كبير. هم عايزين يدفعوا كام في الطن؟ مليون. مليون؟ يخبطوا راسهم في الحيط، ده الطن يجيب 2 و3 مليون. بس احنا قبلنا. نقبلوا كيف يا كبير؟ ده يبقى قليل. احنا نرمي الافيون في البحر احسن. وطي صوتك وتسمعوا الكلام عشان فيه خير كتير ليكم. احنا من سنين علمناهم كيف يعتمدوا علينا، بنبيع لهم الفدان ارخص من زرعهم، وكلها موسم ولا تنين، وارضهم تبقى بور، وساعتها نبيع بالسعر اللي احنا عايزينه. خلاص يا كامل بيه، معادنا السبت ان شاء الله، وكل حمدان كبير الجزيره حيكون هناك. هتروح بنفسك يا اخوي؟ حيروح الكبير ولدي منصور. منصور كبير الجزيره؟ وضع عمره ما ضخ حد. قال كبير. قال كبير مين؟ انت مالك بحديث الرجاله يا بت؟ منصور بتاع المدارس يبقى الكبير. كيف منصور؟ ماشي يا بت. يا كبير، الناس مستنظرين الكبير يلعب. خافش يا فضل. حسن، انت عارف معزتك عندي ولا لا؟ طبعا يا اخوي. انت ولدي، انا اللي مربيك. اقعد اقعد يا ولد. ياك فاكر ان طمعت المنصور في الولايه من بعدي؟ لا، كان حقك قلت لي قبليهم. انا خايف عليه، مش شغلانته، العين هتبقى عليه، الناس كتير متربصلنا. لو كنت انت ولدي ومنصور هو اللي اخوي برضك كنت مسكته. ليه؟ وانا ابي ايه؟ انا وانت زي بعض، ما نعرفوش نفك الخط، وهي الدنيا جودك وجودني، بس يا خساره الدنيا ما بتعلمش كل حاجه، وانت زي الطور. نفسي اعرف كيف كسبك في التحطيم. مات كسر اللمضة، خلاك بصيت لفوق وخبطك بده. العلام بيفتح المخ. أمال أنا علمته ليه؟ علمته ليه؟ أنا عايز منصور وأنت في كتفه تكملوا اللي أنا عملته، والأرض الواحدة تبقى